فمن المحاضرة السابقة طلاب دخلنا بالسؤال مالت المربع، شكل مربع سكوير، وهذا الشكل المربع السكوير كان تعرفون يعني هو الشكل السكوير المربع بأربع رؤوس. فبالسؤال قايل السنتر مالت المربع ساير بالأوريجين مالت الإحداثيات مالت الإكس والواي، ومطينا نقطة أحد الرؤوس. احنا شفنا النقطة الصور كانت 2 زائد 2 اي. من خلال هاي النقطة قدرنا نوجد بقية الرؤوس مالت المربع الثلاثة البقية، واحد كان مطينا اياه والثلاثة البقية استخرجناهم من خلال التدوير، خاصية التدوير الروتيشن مالت الكومبلكس نمبر، بس بشرط اللاب يعني لازم نكون مستفادين من البولر ريبريزنتيشن مالت الكومبلكس نمبر. يعني شنو قصدي؟ يعني طبعا احنا قلنا وصلنا الى صفحة رقم 67 السؤال القبله، طبعا هو الشكل كان النظام مالت الاحداثيات تعرفون هذا المحور مالت الاكس وهذا المحور مالت الواي، فهو كان مطينا هذا الراس اللي كان موجود بالربع الاول اللي هو كان 2 زائد 2 اي. طبعا هذا كارتيزيان، يعني هسه هذا 2 زائد 2 اي هذا كارتيزيان ريبريزنتيشن. طلاب يعني شنو كارتيزيان او كارتيزيان ريبريزنتيشن؟ من يقول لي طلاب كارتيزيان representation أو cartesian representation التمثيل الكارتيزي للعدد المركب؟ يعني بما معناه ويا من دا أتعامل طلاب؟ من يقول لي إذا واحد عنده فكرة أو شيء يعني حتى لو أوليا؟ هل من إجابات؟ عموما دكتور يعني لازم عندنا أكثر من نقطة ونوصل بينها. لا 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 هو هي مية النقاط هي هواية يعني بالنظام الإحداثيات، مثلا بين الواحد والاثنين تلقى ما لا نهاية من النقاط، من بين الاثنين والثلاثة، بين الثلاثة والأربعة، بين ناقص واحد ناقص اثنين. بس لما يقول لك يعني complex number يكتب بالصيغة الكارتيزية، يعني بما معناه أتعامل ويا X و Y، أتعامل ويا مساقط مالت النقطة. يعني مثلا هاي النقطة اللي أنا راسم لكم إياها الآن، هاي النقطة دا أشوفها مو هاي النقطة، مثلا دا أطوخ لك إياها هسه الآن النقطة الحمراء، إن هذا لما نسقطه باتجاه محور الإكس راح يكون إلى مسقط تسميه مثلا سميه small x، ومسقطه باتجاه الواي small y. فالكومبلكس نمبر هنا لاحظ وياي ينكتب بالصيغه الاتيه x زائدا اي واي، هذا الاكس يمثل المسقط مالت الزت باتجاه محور الاكس، الواي المسقط مالت الكومبلكس نمبر الزت باتجاه محور الواي. فانا اقول لك كارتيزيان ريبريزنتيشن او كارتيزيان ريبريزنتيشن بما معناه انت تتعامل ويا مساقط يعني x واي. لما اقول لك بولار ريبريزنتيشن من يقول لي شنو معناته البولار طلاب؟ إذا أقول بولر، إذا أقول بولر ريبريزنتيشن مو كارتيزيان، معناته راح أتعامل ويا من طلاب ويا الآر والثيتا، ويا الآر اللي هو عرفناه قلنا هو المطلق مالت الزيت، أو مرات يسموه مود الزيت، أو مرات يسموه يعني إلى آخره من التسميات اللي يعني مشينا بها بالمحاضرة الأولى. أو طبعا أيضا الثيتا اللي هي قلنا هي هاي البرنسبل أنجل، البرنسبل انجل واللي قلنا العلاقه اجنا الزت شلون راح ينكتب؟ راح ينكتب بالصيغه الاتيه زت يساوينا ار افتح قوس، طبعا هذا ار افتح قوس ار كوساين الثيتا زائدا اي ساين الثيتا، او حتى تتعامل ويا ناقص يعني كوساين الثيتا ناقص اي ساين الثيتا. المهم يعني راح يكون عندي الكومبلكس نمبر يعرف بمتغيرين اضافيات، المتغير الاول هو الار اللي هو نصف القطر مالت النقطه بعدها عن الاوريجين، وهي الثيتا البرنسبل انجل بعكس الكارتيجيان. هذا الكارتيجيان يعني اكس وواي. اذا اقول بولار كوردينيت يعني ار وثيتا، يعني بما معناه هذا الكارتيجيان هذا اللي الان قبل شوي رسمت لكم اياه، لما نتعامل بالبولار كوردينيت بما معناه هذا النقطه بعدها عن الاوريجين هي ار سمول ار، زاويه انحرافها عن محور اكس الموجب هو عباره عن ثيتا الى اخره. انا طبعا بالكارتيجيان ما اقدر، يعني إذا أعطيك نقطة بالإحداثيات الكارتيزية لرأس مثلث أو رأس مربع أو أي شكل من الأشكال وأقول لك أوجد بقية الرؤوس، ما تقدر تستخرج بقية الرؤوس إلا تجي تشتغل بالإحداثيات البولر اللي هو إحداثيات كروية لكن 2 دايميشن اللي هو الآر والثيتا. لاحظوا الآن طلاب السؤال اللي بالصفحة رقم 15، عفوا السؤال 15 بالبيج 67 صفحة 67 بالمنظمة منتصف الصفحة، هنا يقول لك ذا سنتر، طبعا the center of a triangle يعني المركز مالت المثلث ال triangle is at the origin، يعني يقول لك المركز مالت المثلث منطبق ويا نقطة الأصل مالت الإحداثيات مالت الإكس والواي.
at يعني عند الاوريجين عند نقطة الأصل and one vertex and one vertex يعني بمعنى يعني بما معناه أحد الرؤوس واحد من الرؤوس is given by واحد ناقصا جذر 3 i فواحد من الرؤوس مطينا إياه on the argand diagram على مخطط argand وقلنا الارجان diagram طلاب argand هو تمثيل العدد المركب سواء كان cartesian أو كان polar coordinate find أوجد the complex numbers الأعداد المركبة الممثلة ببقية الرؤوس represented by other vertices يعني أوجد الأعداد المركبة اللي تمثل بقية الرؤوس طبعا لاحظوا طلاب النقطة المعطاة بالسؤال اللي هي واحد ناقصا جذر ثلاثة هذا يا ربع طلاب من يقول لي واحد ناقص جذر ثلاثة إذا واحد يعرف هذا بيا ربع ده يكون عندي هاي النقطة المعطاة بالسؤال واحد ناقصا جذر ثلاثة هل من مجيب؟ دكتور ربع ثالث أحسنت لا لا عندك الـ X لاحظ وياي X قيمته موجبة بس الـ Y قيمته سالبة فيا ربع يكون الـ X موجب والـ Y سالب يا ربع الرابع فهنا شو راح يكون هذا النقطة هي موجودة بالربع الرابع لأن الـ X موجبة والـ Y سالب لأن ترى هذا الآن النقطة هاي مطنية تمثيل كارتيجيان اللي هو X زائدا I Y يعني كأنه بهاي الصيغة فالـ X قيمتها جد الـ X قيمتها هو واحد بينما الـ Y جد قيمتها ناقص جذر ثلاثة فإحنا نعرف بالنظام مالت الإحداثيات عندي الربع الرابع هذا الربع الرابع دائما يكون الـ X موجب لكن الـ Y شي يكون يكون سالب فيكون بالربع الرابع بعكس الربع الثالث اللي يكون الـ X سالب والـ Y أيضا سالب الآن عرفنا النقطة هي بالربع الرابع اللي هي هاي واللي هي معرفة بحسب السؤال قال لنا واحد الربع الرابع عكس الربع الثاني مو ثالث اي مو الربع الثاني الاكس مالته يكون موجب الواي مو الواي سالب الاكس سالب بس الواي شو يكون موجب الربع الثاني لاحظ وياي هذا الربع الثاني لاحظ وياي خي شوي انزل هذا الربع الثاني الان لمطيق دائره هذا الربع الثاني الاكس هنا ايش يكون عندي الاكس سالب صح لو غلط والواي شو يكون الاشاره مالته الواي موجب موجب لان هذا هذا السالب هذا الواي السالب هذا بالاسفل واي سالب هذا الاكس اللي هنا هذا اكس موجب يعني احنا عندنا نظام الاحداثيات دائما هذا الاكس الموجب دائما هذا الاكس السالب دائما هذا الواي الموجب الفوق والاسفل هو الواي السالب المهم النقطه هي كانت بشكل الاتي يعني النقطه مالتي هي المرجعيه مالتي النقطه هي واحد ناقصا جذر 3 اي فالاكس هنا دائما اكس هو واحد قيمته فموجب يا اكس يكون موجب دائما لو الربع الاول لو الربع الرابع دائما اكس بيها يكون موجب دائما الاكس موجب اجي اشوف الواي الواي الان سالبه لان ناقص جذر 3 فناقص جذر 3 اذا استبعد الربع الاول هذا استبعده فيكون الربع الرابع الان لاحظوا بما انه النقطه هي بالربع الرابع اقدر ارسمها بس انا ما اعرف الراس الثاني وين هو يريد بقيه الرؤوس مالت المثلث المثلث تعرفون كم راس بي 3 فهذا اذا هاي النقطه الاولى اتوقع اكو نقطتين بس انا ايش ما ادري اني النقطه الثانيه وين يجوز هنا موجوده يجوز النقطه الثالثه هنا هذا ترى هم مثلث بالمناسبه هذا الشكل ايضا مثلث فانا ايش ما ادري اني النقطه الثانيه وين صاير موقعها طبعا هذا استباقي يعني هسه انا هذا راسم لكم اياه استباقي المفروض بالامتحان انت ما تعرف النقطه الثانيه وين تعرف انه هاي النقطه المعطاه بالسؤال بالربع الرابع اللي هي واحد ناقصا جذر 3 اي هو هذا المعلوم بالسؤال بس النقطة الثانية أنا ما أعرف وين ولا النقطة الثالثة وين شو راح نعرف تعالوا وياي لحل السؤال نجي لحل السؤال لاحظوا أول حل أول خطوة بحل السؤال نحول الكارتيزيان كوردينيت إلى البولار كوردينيت البولار بما معناه لازم أجي أوجد هذا الأرج جيت أشوف الأرج جيت هاي نمبر 1 نمبر 2 لازم أعرف الجد هاي الزاوية زاوية انحراف الخط الواصل بين الأوريجين وبين النقطة زد واحد المعطاة بالسؤال وبين المحور الأكس الموجبة بالشكل الآتي أنا أعرف أنه بالربع الرابع دائما بالربع الرابع قلنا الثيتا برايم هو شيء يساوينا قلنا يساوينا 360 درجة ناقصا الثيتا هاي الزاوية مالت البرنسبل إذا أردت بالمعادلة الثيتا أنا أريد البرنسبل أريد فالثيتا ايش راح يساوينا راح يساوينا 360 درجة ناقصا الثيتا برايم اللي هو هذا القانون اللي أنا معطيكم إياه هنا
فثيتا يساوي 360 درجة ناقص الثيتا برايم. طبعا الثيتا برايم هي زاوية مالت الريفرنس، زاوية الموضعية اللي متعلقة بالربع، تقاس إما بالنسبة للإكس الموجبة أو الإكس السالبة حسب الربع، يعني النقطة وين صايرة، الربع الأول الثاني الثالث الرابع. بس البرنسبل لا، دائما بالنسبة إلى محور الإكس الموجبة. طبعا إما عكس عقارب الساعة تكون الزاوية بالموجب، أو مع عقارب الساعة وتكون الزاوية هي بالسالب. الآن لاحظوا يا طلاب، أنا راح أشتغل يعني مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة العفو. فهنا ايش راح يكون عندي؟ هنا الثيتا برايم، انا اعرف الثيتا برايم تجي من القانون، الثيتا برايم هو يساوينا تان انفيرس المطلق مالت الواي على اكس. الواي جت قيمتها الواي بالسؤال، طبعا النقطة بالشكل الآتي، الزت واحد اسميها لأنه هي أول نقطة، هاي المثلث بثلاث نقاط، فلازم أطلع الزت 2 وأطلع الزت 3. أنا هسه ما أعرف الزت 2 والزت 3 ايش قد، لكن الزت واحد معطيني إياه بالربع الرابع العفو، اللي هو 1 ناقص جذر 3 اي. الآن لاحظوا وياي، الواي هو ناقص جذر 3 ناقص جذر 3، فراح يصير عندي تان انفيرس ناقص جذر 3 على شنو؟ على الاكس، الاكس قيمتها 1. أخلي المطلق، فراح يكون عندي الثيتا برايم يساوينا تان انفيرس منو؟ الجذر 3. يا زاوية التان مالت جذر 3 يا زاوية، من يقول لي طلاب؟ وال 60. ال 60 راح يكون التان مالته جذر 3. ليش؟ لانه الساين مالت ال 60 هو جذر 3 على 2، والكوساين مالته نص، فلما تقسم جذر 3 على 2 تقسيم نص يبقى لك جذر 3. اذا الزاويه استنتج، وهذا يؤدي الزاويه البرايم الريفرنس راح تكون مقدارها 60 درجه. 60 درجه طلاب يعني بما معناه، بما معناه الكومبلكس نمبر المعطاة بالسؤال اللي هو هذا الان اللي تشوفونه امامكم الان، هاي النقطه، هاي النقطة اللي هي زت واحد، عرفت الزاوية هاي مقدارها 60 درجة. 60 درجة، يبقى شطل على الار. الار كيف راح استخرجه؟ عملية جدا سهلة. الار شي يساوينا تحت الجذر اكس تربيع زائدا واي تربيع. الاكس اعرف قيمتها ايش قد، هي 1 اربعها تربيع زائدا الواي جد قيمته ناقصا جذر 3 الكل تربيع. فايش راح يعطيني الناتج؟ تحت الجذر 1 زائدا الناقص جذر 3 تربيع ينطيني 3، فينطيني جذر الأربعة. جذر الأربعة ايش قد؟ 2، لأن نصف القطر مستحيل يكون قيم سالبة، وصح جذر الأربعة ينطيني زائد ناقصا 2، لكن ما يكون نصف قطر بالسالب، نصف القطر هو طول بالموجب، فراح يكون عندي هنا 2. إذا أوجدت الآر، الآر طلع قيمتها 2، طلعت قيمتها 2، وطلع لي الزاوية مالت الريفرنس، هاي الزاوية طلعت عندي 60. أنا أعرف العلاقة بين الريفرنس والبرنسبل بالربع الرابع، بالربع الرابع، هذا الربع الرابع، أنا أعرف الثيتا شي يساوينا الثيتا البرنسبل 360 درجة ناقصا الزاوية مالت الريفرنس، الريفرنس الآن أوجدناه 60، فايش راح يصير عندي؟ عفوا هذا 60 360، فالثيتا ايش راح يساوينا؟ 360 درجة ناقصا 60، شي ينطيني طلاب الناتج مالتي؟ ناتج 360 درجة، إي عفوا 300، يعني 360 ناقصا 60 300. إذا هاي الزاوية الآن مالت البرنسبل. لكن طلاب عندي مشكلة هنا، مشكلة عويصة. هي مو مشكلة، واحد يقدر يحل بالطريقة اللي تعجبه، يعني ماكو أي مشكلة. لكن لاحظوا وياي، أنا عندي المثلث قلنا بيه كم رأس المثلث؟ خلي شوي نصعد بالرسم. المثلث قلنا بيه كم رأس؟ الطلاب ثلاث رؤوس. واحد، خلينا نقول نفرض جدلا، يعني احنا متنبئين بالنقطة، هاي النقطة الثانية وهي النقطة الثالثة. بما معناه أنا أعرف دورة كاملة إذا أفتر منها وأرجع على نفس المكان، هذا كله إيش قد أنا قطعت شوط زاوية، زوايا جد قطعت شوط من الزوايا. شوف 360 درجة. أحسن 360 درجة، لاحظوا وياي، هسه لاحظوا وياي، إذا أنا 360 درجة قسمت على ثلاث رؤوس، لأن أنا أعرف هسه اتفقنا قلنا المثلث بثلاث رؤوس. يعني طبعا هو هذا الشكل equilateral triangle، يعني مثلث متساوي الأضلاع، يعني هذا الضلع طوله نفس هذا الضلع، طوله نفس هذا الضلع. فهنا 360 درجه تقسيم 3 ينطيني 120 درجه. اذا اتوقع انه الزاويه بين راس وراس ايش قد راح يكون؟ 120 درجه. يعني انا اذا لما اجي انتقل من هذا الراس الاول اللي معطينا اياه، اذا اقطع من هذا الشوط الى هذا الشوط الى هذا الراس 120 درجه. افتر من هذا الراس الى الراس الاخر اللي هو هذا هنا، ايضا راح يكون عندي 120 درجه. ايضا من هذا الراس ارجع للنقطه البدايه، ايضا راح اقطع شوط 120 درجه. دكتور بس قول احنا شلون عرفنا هو المثلث متساوي الاضلاع؟
هو السؤال قال انه سؤال صح ما قايل بس هو ترى equilateral. انا بالامتحان يعني انا المفروض هنا بالسؤال اكتب لك equilateral متساوي الاضلاع. فالمثلث هنا بالشكل متساوي الاضلاع واني طبعا مستحيل اجيب لك شكل مالته منتظم مستحيل لان ما راح تقدر تطلع بقيه الرؤوس. يعني مثلا عندك السكوير شكل مالت السكوير اذا اجيب لك بالامتحان سكوير يعني السكوير تقدر الاضلاع راح تكون مساويه الطول والعرض فشكل متساوي. الاكويليترال ترينجل اللي هو هسه الان الشكل اللي انا اتطرق له ايضا مثلث متساوي الاضلاع. عندي شكل اخر اللي هو الشكل الخماسي شو نسميه طلاب بالانجليزي الخماسي سميه البنتاغون خماسي بنتاغون السداسي هكساغون السباعي هبتاغون الثماني اوكتاغون. طبعا هذا بالامتحان اطمئن انه انا ما اجيب شغلات خارجيه بس يعني اذا جبت لكم اذا ولا سمح الله يعني انا اقول لكم هذا الشكل هو شنو الترجمه مالته حسب العدد حسب الرؤوس مالت الشكل. يعني اذا انا جبت لك خماسي اللي هو البنتاغون خمس رؤوس فتيجي تقسم 360 درجه تقسيم خمسه وشوف حصه كل راس عن الراس الاخر ايش قد. تجي اذا انطيتك سباعي الهبتاغون سبع رؤوس قسم 360 درجه على سبعه. انا بهذا الشكل بهذا السؤال المفروض اكتب لكم هذا اكويليترال يعني بما معناه متساوي الاضلاع. المتساوي الاضلاع ثلاث رؤوس بي راح يكون حصه كل راس الان قلنا 120 درجه فلما تنتقل من هذا الراس الاول الى الثاني شوط مالتك 120 درجه من هذا الراس الثاني الى الثالث ايضا 120 من الثالث الى يعني الثاني العفو ترجع للراس الاول البدايه اللي صار بالربع الرابع هنا ايضا 120 درجه. لكن طلاب الان شفتوا الزاويه مالت البرنسبل هنا ايش قد طلعت طلاب؟ ايش قد طلعت؟ من يقول لي؟ دكتور 60 لا هاي ريفرنس هاي زاويه ريفرنس 60 درجه بس الزاويه مالت البرنسبل لما افتر من الاكس الموجبه احسن 300 درجه هذا كله طلع لي 300 درجه. لاحظوا طلاب هنا عندي مصيبه هي مو مصيبه بكيفك بالامتحان انت حر. هنا هاي 300 درجة انه هو صاير بالربع الرابع، الربع الرابع قلنا محكوم الزاوية مالت البرنسبل يساوينا 360 درجة ناقصا الثيتا برايم. البرايم الان طلع لي ثيتا برايم من خلال القانون مالت التان انفرس 60 ف 360 ناقص 60 طلع لي 300 وهو بالربع الرابع 300 لما اضيف له 120 شو ينطيني طلاب؟ 300 اضيف له 120 شو ينطيني؟ راح ينطيني جيت 420 420 طلاب خرجت 420 درجه. انا بهاي الحاله خرجت عن ال 360 درجه لان انا اعرف الدوره الكامله هي 360 درجه. هنا طلع لي 400 300 زائد 120 حتى احصل على الراس الثاني فالراس الثاني راح يكون عندي 420. اذا اضيف له 120 ايش راح يصير؟ 500 وايش قد؟ 540 درجه. يعني الرأس الأول زاويته ايش قد راح تكون عن الاكس الموجبة؟ بعدها راح يكون 420. طبعا لاحظوا طلاب الزاوية الأولى اللي هي كانت بالربع الرابع كانت 300 درجة أضيف له 120 شو ينطيني؟ 420. أضيف لل 420 أيضا 120 حتى أحصل على الرأس الثالث ينطيني 540. خرجنا عن 360 درجة. تقدر تشتغل على نفس المبدأ هذا؟ تقدر ماكو أي مشكلة؟ اي مشكله ماكو. يعني تقدر تشتغل 420 540 وتقدر لا تشتغل مع عقارب الساعه ماكو اي مشكله. هسه الان طلاب لاحظوا ال 420 من يقول لي طلاب ال 420 يا ربع 420 ربع ثاني دكتور شلون عرفت ربع الثاني 420؟ يعني 120 درجه شو اسمه 420 حصل 360 اسمك نسيت يعني بس لاحظ يعني احنا قلنا الربع الرابع النقطة اللي معطاها بالسؤال كانت 300 لفت له 120 طلع ايش قد؟ قلنا 440. الآن لاحظ ال 440 كيف استنتج السؤال؟ كيف استنتج هو الربع الثاني؟ شلون استنتجت؟ ها بسام شو تقول؟ هاي النقطة 420 اللي هي الزاوية مالت الرأس الثاني. هسه الرأس الأول ما عندي مشكلة طلعت الزاوية مالتها الريفرنس 60 درجة البرنسبل طلعت 300 دكتور. هذا 300 اضيف له 120 طلع لي 420 هاي اللي معطره لكم 420 دكتور. هي الزاويه 360 نفس الصفر مو صحيح؟ اي زين يعني 360 اي تدري شو تسوي بسام؟
راح ننقص 420 ناقص 62. أحسنت بارك الله بيك، أحسنت، يعني حكيت اللي بقلبي. فأنا لما تجي تقول صفر ناقص صفر هو صفر، 2 ناقص 6 ما يصير، تاخذ منه أنا 3، 1 يصير 3، 4 يصير 3، هذا يصير 12. 12 ناقصا 60 ايش قد راح يعطيني؟ 12 ناقص 60 راح يعطيني ايش قد؟ 6 6 اذا طلعت الزاويه 60، ال 60 يا ربع الربع الاول. لاحظ انا وين راسم لك اياه بالسؤال هنا، أنا راسم لك ال 60 زاويه مالت ال 60، رسمت لك، خليني امسح هاي الهوسه كلها حتى ما تدوخون. لذلك انا رسمت النقطه الثانيه بالربع الاول، النقطه الثانيه رسمت لك اياها بالربع الاول، اذا هاي النقطه راح تكون زاويتها هي 60 درجه. 60 درجة هنا أنا كانت أيضا 60 بس يعني كان بالربع الرابع. لاحظ بيا يعني أنا هسه شلون دا أوضح لك إياه، أنه دير بالكم هاي الأمور يعني لا تنسوها. ونفس الحال يعني لاحظوا أنا هنا التثمية ضفت لك أنه 120 طلع لي عفوا 400 طلع لي 420، ضفت له 120 طبعا هذا 300 هذا 300 هذا 520، خليني أمسح هذا أكتبه واضح، 520 420 أضيف له يصير 500 وش قد؟ 540. هسه 540 يا ربع، هسه هذا طلع ربع الرابع، هذا طلع ربع الاول، هذا يا ربع ال 540. طلاب من يقول لي؟ ها يا ربع راح يكون، راح يكون بالربع الثاني ال 120 بالربع الثاني، هاي ال 120 ال 180 العفو. وياي طلاب لو لا؟ اي دكتور يعني مسام دا شوف انت العمليه دا تصير هنا، هاي زاويه هسه قلنا بالبدايه قلنا هاي زاويتها 60 درجه، طبعا البرنسبل مالتها 300، 300 ضفت عليه 120 طلع لي 520، 420 طلعت بالربع الثاني، الربع الاول عفوا، لانه 420 ناقص 420 ناقص 360 طلع لي 60، 60 هو الربع الاول، لان الربع الاول بين الصفر وبين ال 90، اي شيء بين الصفر وال 90 هو الربع الاول، اي شيء بين ال 90 وبين 180 ربع الثاني، ال 540 لما ضفت ال 420 ضفت له 120 طلع لي 540، 540 طلعت بين 360 طلع لي 180 درجه، 180 هو الربع الثاني. اتنبأت بالزوايا المالتي الموجوده، اتنبأت، هذا تنبؤ اولي. بالرؤوس مات الشكل مات الرؤوس القومي كلهم رؤوس، رأيت مزرعة البصل. المهم فهنا لاحظوا وياي أنا أفضل كيفك أنت هسه تشتغل بهاي الطريقة، ماكو مشكلة. أنا هنا بالسؤال بالملزمة صفحة رقم 67 حليت لكم بطريقة أخرى. سويت أني قلت بما أنه الزاوية هي صايرة بالربع الرابع، بالربع الرابع شنو علاقة إذا أشتغل مع عقارب الساعة؟ يعني ما أشتغل عكس عقارب الساعة، هذا عكس عقارب الساعة، هاي الفرة مالتي هذا عكس عقارب الساعة، راح اشتغل اني بحل هذا السؤال مع عقارب الساعة بهذا الشكل. لما اشتغل مع عقارب الساعة دائما بالربع الرابع الزاوية مالت البرنسبل يساوي ناقص الزاوية مالت الريفرنس، دائما دائما بالربع الرابع، بالربع الرابع الزاوية مالت البرنسبل ناقص الزاوية مالت الريفرنس. لذلك احنا الزاوية مالت الريفرنس جد لقيناها هنا بالربع الرابع مال هاي الزاوية مال هاي النقطة اللي هي 1 ناقص ايش قد شفناها قلت؟ 60. احسنت، ضيف له ناقص شو يصير؟ ناقص 60. هذا الناقص 60 معناته انت تشتغل مع عقارب الساعه، يعني الفرع هيك راح تكون حركه مالتك، الحركه مالت السهم هيك، فهذا راح يكون ناقص 60 درجه. ليش؟ لان حركه مع عقارب الساعه، تفتر مع عقارب الساعه ويا العقرب مالت الساعه اللي انت تشوفه بالبيت، العقرب مالت الساعه اللي جداريه، شوف حركه دائما العقرب مع عقارب الساعه، دائما زاويه تكون بالسالب. هذا بالربع الاول طبعا، الربع الرابع العفو، الربع الرابع دائما الزاويه مالت البرنسبل يساوي ناقص الزاويه مالت الريفرنس. بالربع الثاني الربع الثالث شو يكون العلاقه مالت البرنسبل والريفرنس؟ راح يكون عندك ناقصا، راح يكون ناقصا 180 درجه زائدا الثيتا برايم، هاي بالربع الثالث. بالربع الثالث بالربع الثاني ايش راح يكون عندي؟ ناقصا 180 درجه ناقصا الثيتا برايم. بالربع الاول راح يكون عندي ناقصا 360 درجه زائد الثيتا برايم. طبعا هاي العلاقات مهمه طلاب، يعني هذا اذا في لو الزاويه تجاوزت 360 درجه، اذا تجاوز 360 درجه لازم يعني تتجنبون، لان هسه انا شفتوا 300 ضفت له 120 طلع لي 420، ضفت له 120 طلع لي 540، طبعا خرجت عن 360، فاضطر اشتغل مع عقارب الساعه. ليش اشتغل مع عقارب الساعه؟ الزاويه ما راح تكون 300، راح تكون ناقص 60. ناقص 60 لما اضيف له
أضيف ل 120 راح يعطيني 60، أحصل على زاوية بربع الأول اللي هي هاي 60، بس أضيف ل 120 لأن هو طلعت الزاوية 100، طلعت الزاوية ناقص 60، ناقص 60 زائد 120 يعطيني 60، ال 60 أضيف ل 120 يعطيني 180، أحصل على بقية النقاط. طبعا هذا يا طلاب إذا نجي نشوف هسه، إذا نجي نشوف الحل الموجود بالملزمة بالتفصيل، يعني خاف هنا هسه شوية دختوا. طبعا لاحظوا وياي طريقة الحل اللي هنا أنا أعطيكم إياها، أنه طبقنا قلنا بما أنه الزاوية مالت الريفرنس علاقتها بالبرنسبل بربع الرابع هو 360 ناقص ثيتا برايم اللي هو 2 باي ناقص أو بالنصف القطري 2 باي ناقص ثيتا برايم، أو يعني بال 60 360 ناقص ثيتا برايم يعطى بالعلاقة هاي اللي هي تان انفرس الواي على اكس، تان انفرس واي على اكس طلع تان انفرس الجذر 3، يا زاوية تان مالته جذر 3 هو 60، ف 360 ناقص 60 طلع لي 300. قلنا مو عملي انه هذا 300 اشتغله، مو عملي. ال 300 اذا اضيف ل 120 لانه الفرق بين راس وراس بالشكل المثلث يكون 120 درجه، يطلع لي 420. اضيف لل 420 ايضا 120 يعطيني 540، اتجنب هاي الهوسه كلها، فش راح اشتغل مع عقارب الساعه؟ مع عقارب الساعه هذا القانون. هذا القانون طبعا ثابت ما يتغير. مع ملاحظه طلاب تقدرون تشتغلون بالطريقه الاولى اللي هي 420 و540 بس لازم تروحون 360 حتى تعرفون الزوايا ايش قد مالت البرنسبل. عادي ما دكتور قول بس سؤال على العلاقه الفوق. العلاقه الفوق فد لحظه خلي اسعد فوق بالهذا اي دكتور صار قانون مال ثيتا تساوي 360 درجه ناقص ثيتا برايم. اوكي احنا هنا نريد نعوض اللي سوينا 2 باي ناقص ثيتا برايم وظلينا نعوض بالثيتا برايم، هنا ليش نغير يعني 360 درجة بعدين سويناها 2 باي؟ لا هو بعدين يساوي 360 بعدين 2 باي. لا هاي دا اكتبها بدالات المقياس ال 60 ان ادس في القطري هذا، يعني هذا المفروض انا ما اكتب لكم اياه هذا حتى ما تدوخون. هذا هاي الخطوة هنا اللي كاتبها او هاي الخطوة، هاي الخطوة يعني دا اقول لك ان طريقتين تنكتب الزاوية، اما ينكتب المقياس ال 60 اللي هو هذا واللي هو هذا. تمام هنا معوض بدال الثيتا برايم. لاحظ 360 نفسه هذا 360 هنا، هذا 360 هذا 360. ثيتا برايم انا اعرف الريفرنس شلون اقدر استخرجه من خلال هذا القانون. اللي هو تان انفرس الواي على اكس. فهنا انا ايش كاتب لك؟ كاتب لك بالمقياس الستيني هذا الخطوه بهاي الخطوه. او واحد يعجبه يشتغل بالمقياس النصف القطري اللي هي هاي. 2 باي ناقصا 2 باي ناقصا ثيتا برايم او 2 باي ناقصا التان انفرس الواي على اكس. المهم انا هسه اشتغلت بالمقياس الستيني ترى بالمناسبه اللي هو راسا طبقت هاي الخطوه. هاي الخطوه طبقت اللي هو 360 درجه ناقصا ال 60، هذا كله طلع لي 360 التان انفرس مالت الجذر 3 يا زاويه يعطيني التان مالت الجذر 3 هو 60، وبالتالي طلعت الزاويه هي 300. طبعا هذا 300 هسه قلنا يعني اذا نشتغله مع عقارب الساعه شو يعطيني ناقص 60؟ يعني هسه هذا الطلاب هذا الزاويه اللي هنا هي هاي زاويه كاونتر كلوك وايز يسموها كاونتر. طبعا مو هذا الكاونتر مالت البيت دير بالكم، يعني الكاونتر مالت البيت مستحيل تلقى بيه زاويه، فهذا كاونتر كلوك وايز يعني كاونتر اتاك. مرات تسمعون يعني كاونتر اتاك يعني هجوم معاكس او هجوم مضاد، الكاونتر يعني مضاد، فهذا معناته عكس عقارب الساعه، ضد يعني ضديد عقارب الساعه جاي تشتغل. بس اذا تشتغل مع عقارب الساعه يعطيك ناقص 60، يعطيك ناقص 60. ليش؟ من خلال هاي العلاقه اللي انا كنت اتطرق لها هذا الشكل، دائما العلاقه بين الزاويه مالت البرنسبل والريفرنس بالأربعة الأربعة بالنسبة مع عقارب الساعة، يعني هاي الحركة ما تيجي راح تكون مع عقارب الساعة هكذا، هاي مع عقارب الساعة. لاحظوا بالربع الرابع دائما البرنسبل يساوي ناقصا الريفرنس، بالربع الثالث دائما يكون الناقص 180 درجة زائد ثيتا برايم، دائما بالربع الثاني الناقص 180 درجة ناقصا ثيتا برايم، دائما بالربع الأخير الأول راح يكون عندي ناقص 360 زائد ثيتا برايم. هسه انا النقطة بالربع الرابع تعرفون هي كانت دكتور هذا المخطط اللي كتبه؟ هذا المخطط تحفظ اذا جانا سؤال؟ هذا اصلا تحفظ هذا المخطط يعني حفظ. لا لا قصدي تتذكرون انا اعطيتكم علاقة بالمحاضرة الخامسة الخامسة يمكن اي محاضرة السابقة السادسة او الخامسة انه ما اتذكر. المهم انطيناكم طبعا هسه لاحظ وياي بسام هذا القانون مال مع عقارب الساعة شنو العلاقة بين البرنسبل وبين الريفرنس بالنسبة للأرباع كلها بس مع عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة شو يكون العلاقة؟ دائما الثيتا يساوينا ثيتا برايم بربع الأول، بربع الأول دائما الثيتا يساوي لك 180 درجة ناقصا الثيتا برايم، دائما بربع الثالث الثيتا شو يساوينا؟
ناقصا 180 دائما الباي العفو البا الث ال 180 درجة العفو الثيتا ال قلنا هنا ال قلنا ال 180 درجة زائدا ثيتا برايم، وهنا قلنا دائما الثيتا شي يساوينا 360 درجة ناقصا الثيتا برايم. لاحظوا بالربع الأول دائما الثيتا يساوينا ثيتا برايم، بالربع الثاني الثيتا يساوينا 180 درجة ناقصا ثيتا برايم، بالربع الثاني دائما الثيتا يساوينا 180 زائدا ثيتا برايم، بالربع الرابع طبعا هذا الثالث العفو هذا الثالث هذا الثاني هذا الأول والرابع هذا. باللي مع قارب الساعة تنعكس العملية راح تكون معكوسة. فهاي ترى ينحفظ هسه هذا اللي باللون الأسود اللي مطبوع أمامكم هذا باللون الأسود هذا طبعا مع عقارب الساعة هذا مع عقارب الساعة، بينما هذا باللون الأحمر الآن كتبت لكم إياه أقص عقارب الساعة. هاي لازم تنحفظ مثل قصائد شلون معلقات مال عصر الجاهلية مال أمس. زين دكتور قول احنا نقول هسه حفظناها نكتبها بالحل مال السؤال لو ما لا لا ما لا مو شرط بس تكتب القانون اكتب بما انه مع عقارب الساعة مثلا بالربع الثالث مثلا مع عقارب الساعة بالربع الثالث العلاقة هي هاي وتمشي بالحل. إذا تشتغل مع عكس عقارب الساعة تكتب هذا العلاقة اللي هذا راح نمسحها هذا تمسح هذا تقول بما انه مع عقارب عكس عقارب الساعة هو هذا اللي. هذا مع عقارب الساعة العفو اللي هو ناقص 180 زائد ثيتا برايم مع عقارب الساعة لا تقول الثيتا يساوي 180 درجة زائد ثيتا برايم وهكذا. يعني انت لازم هاي الامور يعني بس تكتب القانون وانا اعرف القف هالشغله لان انا يعني هالشغلات هاي حافظها. يبقى انه طلاب اذا اجي اشتغل مع عقارب الساعه قلنا مع عقارب الساعه الزاويه هي بالربع الرابع وهي معطاه بالعلاقه ذات يساوينا 1 ناقص جذر 3 الاي. طبعا طلعت الزاويه هي 300 درجه. قلنا مع عقارب الساعه الثيتا راح يساوي ناقص ثيتا برايم والثيتا برايم هي 60 فبس اضيف له ناقص يصير ناقص 60. الان ناقص 60 طلاب عمليه جدا سهله. ناقص 60 أنا أقدر أضيف له 120 ما يعطيني خارج الدائرة اللي هو 360 ما يخرج. ليش؟ لأن ناقص 60 إذا أضيف له 120 يعطيني 60 تطلع النقطة اللي هي بالربع الثاني. هذا ربع النقطة بالربع الرابع كانت زاوية انحرافها 300 أو ناقص 60. ضفت له 120 طلع عكس عقارب الساعة 420 بينما طلعت هنا 60 وهكذا. عملية جدا سهلة صارت لما أشتغل مع عقارب الساعة. يعني هنا لاحظوا وياي الآن لما أجي بالحل اقول بما انه انا اذا اشتغل كلوك وايز مو كاونتر يعني هسه الان راح اشتغل كلوك وايز مع عقارب الساعه فبالربع الرابع دائما الثيتا يساوي ناقص ثيتا برايم اكتب نفس القانون فيعطيني ناقص 60. اذا الزاويه راح يصير بالمقياس نصف القطري وناقص باي على 3. قلنا لكم انتم بكيفكم بالامتحان تشتغل على النصف القطري تشتغل على المقياس الستيني انت مطلق الحريه لك. انا افضل تشتغل بالستيني على مدى السهوله مدوخ. طبعا الار سهله القيمه مالتها اللي هو احنا استخرجناه قبل شويه كان عندي 2. الان لما اجي اكتب النقطه بالربع الرابع بالصيغه البولار اوجدت الار هو 2 والثيتا الان اوجدته ناقص 60 فايش راح يصير عندي بالشكل الاتي. لاحظوا دائما واحنا قلنا لكم طلاب دائما بالربع الرابع الساين شو يكون اشارته الساين؟ الساين راح يكون اشارته بالسالب بينما الكوساين بالموجب. المهم لاحظوا وياي راح اكتب النقطه بالربع الرابع زائد يساوينا الار اللي هو 2 مضروب في كوساين ناقص 60 زائدا اي ساين عفوا ناقص 60 وزائدا اي ناقص 60 هاي بالمقياس ال 60 العفو هنا انا بالمقياس نصف القطري. هنا الانجل مال الروتيشن تو فايند السكند فيرتكس تو فايند ذا سكند فيرتكس يعني حتى نوجد الراس الثاني انا اعرف الزاويه مال التدوير تساوينا 360 درجه دوره كامله على عدد الرؤوس نمبر اوف فيرتيسز ان ذا جيفن شيب يعني بالشكل المعطى اجل عدد الرؤوس هو 3 ف 360 تقسيم 3 يطلع لي 120. اذا هذا بس العلاقه الفوق مو لازم يصير سالب؟ لا لا سالب ساين؟ لا لا دير بقى يا اي بعدين مو هسه مو هسه تري ليش ما احتاج اخذ هسه اخلي هسه ما احنا هنا عوضنا زد 1 وكتبنا ذني لا لا ما احتاج تري ليش اذا عوض راح يطلع لي نفس قيمه الزد اللي هي المعطاه بالسؤال 1 ناقصا جذر 3 اي راح يطلع لي نفسه على قولتك. يعني هنا هسه ايش قد راح يعطيني ال 60 جذر الساين مالته جذر 3 على 2 مو جذر 3 على 2 فلاحظ فاحذر وياي دكتور دكتور انا قصدي على هاي الموجب الاشاره الموجب اللي بالنص هذا لا مو ما شايل السالب السالب بعده موجود هذا السالب بعده موجود ما شايله من الارجيومنت لما اشيله لما اشيل الزاويه ينحط هنا سالب
يعني انا افتهمت قصدك، يعني انت هنا ايش راح يسوي؟ لاحظ وياي، اذا اشيل السالب من الزاويه، هذا السالب شايفه ناقص في 60، ايش راح يصير عندك؟ 2 مضروب في قلنا بالربع الرابع، دائما الكوساين موجب والساين سالب، راح يكون عندك كوساين ال 60 درجه ناقصا اي الساين ال 60. اوكي، شفت الماينس اللي موجود بالزاويه؟ ليش؟ لانه بالربع الرابع دائما الكوساين بالموجب والساين بالسالب، فهنا كان عندي زائدا اي ساين الناقص 60. شلت الناقص، الناقص صار الساين هو بالماينس. نجي هسه الساين ايش قد الساين مالته؟ من بس ايش قد الزاويه مالت الساين مالت ال 60؟ دكتور 3 على 2. اي جذر 3 على 2. الساين الكوساين مالت ال 60 ايش قد؟ نصف واحد. لاحظ وياي ناقص اي، وكل مضروب في 2، لما 2 يدخل على النص شو ينطيني؟ 2 في نص واحد. واحد ناقص 2 في جذر 3 على 2 شو ينطيني؟ جذر 3. هذا هو شنو هذا الواحد ناقص جذر 3 اي؟ شنو هو هذا؟ بسام يذكرك بشيء؟ واحد ناقص جذر 3 عدد مركب، عدد مركب؟ هو عدد مركب، بس هو هذا الواحد ناقص جذر 3 هو نفس النقطة المعطاة بالسؤال. إذا ترجعون طلاب، إذا ترجعون هاي النقطة اللي بالسؤال، إيش قال لكم؟ قال أحد الرؤوس مالت المثلث هو معطى بالواحد ناقص جذر 3 اي. يعني هذا شنو معناته طلاب؟ يعني أنا لما إجيت كتبت النقطة بالإحداثيات الكارتيزية المعطاة بالسؤال هي كانت واحد جذر 3 اي، فلحظة خليني أكتبه واضح. واحد ناقص جذر 3 اي يساوينا، إذا أكتبه بالمقياس الستيني النصف البولار شو يساوي؟ طبعا هذا الزت يساوينا، الزت يساوي واحد ناقص جذر 3 اي ويساوينا 2 مضروب في كوساين ال 60 درجة ناقصا اي ساين ال 60 درجة. طبعا بسام كان عنده اعتراض على شنو؟ قال ليش انت بقيت السالب؟ طبعا السالب هو كان بهذا الشكل، كان كوساين ناقص 60 درجة، طبعا هاي زاوية، زائدا اي ساين الناقص 60 درجة. فقلنا بالربع الاول دائما بالربع الرابع دائما الـ دائما الـ الساين بالسالب، فلما تاخذ ساين كميه لما تاخذ ساين لزاويه سالبه وبالربع الرابع فراح يكون عندك، ليش ربع الرابع؟ لان الزاويه 60 طلاب ناقص 60، والناقص 60 معناته تشتغل اي زاويه. طلاب انتبهوا، اكو شغله علاقه جدا مهمه، دائما اي زاويه تشوفوها بالسالب معناته تشتغلون مع عقارب الساعه، تشتغلون مع عقارب الساعه. فهنا لما ارجع للشكل من جديد، لاحظوا وياي لما ارجع للشكل من جديد هنا، لاحظوا يعني الاي انعكست، الاي صارت معكوسه. لاحظوا طلاب، انا لما اشتغل مع عقارب الساعه الزاويه بالربع الاول تكون بين من ومن؟ طبعا هنا بس اوخر هاي احنا قلنا بالربع لما اشتغل مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه العفو كاونتر كلوك وايز، دائما من 0 الى 90 هو ربع الاول، دائما من 90 الى 180 ربع الثاني، دائما من 180 الى 270 ربع الثالث، من 270 الى 360 درجه هذا الربع الرابع. لما اجي اشتغل مع عقارب الساعه العمليه معكوسه، الربع الرابع راح يكون من 0 الى ناقص 90، من 0 الى ناقص 90 هذا الربع الرابع، من ناقص 90 الى ناقص 180 هذا الربع الثالث، من ناقص 180 الى ناقص 270 يطلع ربع الثاني، من ناقص 270 الى ناقص 300 يعني من ناقص 270 الى ناقص 360 هو الربع الاول. انعكست الايه كلها، فيعني هو هذا القصد. انا ليش كتبت لكم هذا القانون اللي موجود امامكم؟ طبعا هذا الان هذا كله هو عباره عن حركه مع عقارب الساعه وليس عكس اللي طلعناكم اياه بالمحاضره رقم 5 و6. عموما احنا لما اشتغلنا مع عقارب الساعه طلعت الزاويه بربع الرابع هي ناقص 60. الناقص 60 لما عوضته بالزاويه مالت الثيتا طبعا طلعت لنا بهذا الشكل، طلع كوساين ناقص 60. بس انا الناقص هسه ما اتخلى عنه، الناقص ما راح اوخره. ليش طلاب؟ راح استفاد منه. كيف استفاد منه؟ عندي كوساين ناقص 60 زائدا ساين ناقص 60، اضيف له 120 الان، لان يعني الزاويه مالت التدوير مالتي راح تكون 120 درجه، 120 درجة. فايش راح يكون عندي هنا؟ لاحظوا الناقص لما اجي ادور النقطة الأولى حتى احصل على النقطة الثانية اكتب نفس القانون مالت البولار اللي هو 2 كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا، الزاوية مالتي هي ناقص 60، ناقص 60 الأولية اللي هي مالت النقطة بالربع الرابع، أضيف له 120 يصير عندي 120 ناقص 60 شو ينطيني؟ ينطيني 60 درجة، ال 60 بالربع الأول،
لذلك انا رسمت النقطه بالربع الاول. الستين بعد سهل جدا انه اشتغله، يعني راح يكون عندي بالشكل الاتي: الساين مالت الستين اعرف هو جذر 3 على 2. طبعا بالربع الاول تعرفون بالربع الاول دائما الساين والكوساين بالموجب دائما بالربع الاول، يعني هو 60 زاويه موجبه. الان لاحظوا 60 زاويه موجبه، هي محصوره بين الصفر وبين 90 درجه، وبالتالي هي ربع الاول. فهنا راح يكون عندي بالمقياس نصف القطري هو باي على 3، الباي هو 180 تقسيم 3 راح يعطيني 60. فهنا راح يكون عندي الساين مالت 60 جذر 3 على 2، الساين مالت الكوساين مالت 60 راح يعطيني نص. ادخل الاثنين على النص وعلى جذر 3 على 2 يعطيني 1 زائدا جذر 3 اي. هاي النقطة الثانية، لاحظوا الاكس والواي دائما موجبة فعلا، لأنه أنا بربع الثاني لما أرجع للشكل مالتي طلاب، لاحظوا لما أرجع للشكل مالتي النقطة اللي كانت بربع هاي هذا الشكل أمامكم، لاحظوا بربع النقطة صارت بربع الأول، فدائما الربع الأول اكس موجبة ودائما الواي موجبة، إذا أنا شغلي صحيح ما بي أي مشكلة. فالزاويه بالربع الثاني عفوا الربع عفوا الراس الثاني اقصد، الراس الثاني طلع بالربع الاول اللي يعبر عنه بالواحد زائدا 3 اي. شو يبقى لنا طلاب؟ اطلع اخر راس. اخر راس كيف راح اوجده؟ ايضا ايش راح اسوي؟ طبعا النقطه الاولى كانت انحرافها ناقص 60، ضفت له 120 طلع ايش قد؟ 60 درجه. هسه اضيف لل 60 120 شو ينطيني؟ راح ينطيني 180 درجه. اكتمل عندي الصوره مالت النقاط بعكس الطريقه ذيك الاولى، كانت عندي 300 420 540، شتان ما بين لما تشتغل عكس اقارب الساعه ومع اقارب الساعه. عكس اقارب الساعه 300 420 540، بينما مع اقارب الساعه والزاويه هي بالربع الرابع والثيتا يساوي ناقص ثيتا برايم، طلع عندي ناقص 60. ضفت له 120 طلع 60، ضفت له 120 طلع لي 180. طبعا هو نفس الشيء طلاب، يعني لما تجي تاخذ ال 300 تاخذ الساين والكوساين مالته هو نفس الساين والكوساين مالت الناقص 60. ال 420 لما تاخذ الساين والكوساين هو نفسه الساين والكوساين مالت ال 60 بالمناسبه بالحاسبه. وال 540 لما تاخذ الساين والكوساين هو نفس الساين والكوساين مالت ال 180 درجه. هو هذا جماليه الواحد لما يشتغل بالزوايا. عموما الراس الثالث طلع عندي 120، يعني 60 زائد 120 يعطيني 180. هنا انا كاتب لك اياه بالنصف القطري، يعني مو مهم نصف القطري، هو يعني باي على 3 زائد 2 باي على 3 يعطيني تحصيل حاصل، يعني 3 باي على 3 يعطيني باي اللي هو 180. فال 180 انا اعرف جدول الساين مالته، الساين مالته صفر والكوساين مالته ناقص 1. هنا لاحظوا وياي الكوساين مالت ال 180 ناقص 1، الساين مالت ال 180 هو صفر، فيعطيني 2 في ناقص 1 ناقصا يعني 2 في ناقص 1 ناقصا 2. فعلا النقطه الثالثه ما بها واي، ليش؟ اذا نرجع للشكل مالتنا اللي احنا تنبأنا بالشكل مالته راح يكون بهاي الصيغه، لاحظوا وياي هاي النقطه الثالثه. هاي النقطه الثالثه منطبقه على محور الاكس، ما بها واي. ما بها واي، فهذا ناقصا 2. هاي النقطه طلعت لي 1 زائدا جذر 3 اي، النقطه الثانيه لا بالعكس 1 زائدا جذر 3 اي. 1 زائدا جذر 3 اي. هذا لا، النقطه الاولى بالسؤال كانت 1 ناقص جذر 3 اي. إذا أوجدنا رؤوس المثلث المتساوي الأضلاع الإكويليترال، وقلنا الأشكال هي إما مربع سكوير وإما شكل مثلث اللي هو إكويليترال وإما يكون الشكل الخماسي اللي هو البنتاغون، الشكل السداسي هكساغون، الهبتاغون، الأوكتاغون الثماني، وهلو مجرا إحنا هاي الأشكال ما نخوض بها أبدا، أسئلتنا ما راح تكون تشعبية، بس دير بالكم يعني أهم شيء العلاقة بين الزوايا بال كاونتر كلوك وايز وكلوك وايز. بس طلاب اكو شغله مهمه جدا، اذا انا جبت لكم سؤال مثلا هوم وورك، مثلا هذا الهوم وورك يعني هسه لا تدوخون به لان انتم عندكم امتحان يوم الاحد فتركوه ورا الامتحان. لاحظوا هذا السؤال المصيبه، هذا السؤال المصيبه الكارثه اللي انا جايب لكم اياه اللي ما اعرف يعني on the argon diagram on the argon on argon diagram على مخطط argand السيركم سنتر، يعني الشكل المركز مالت الشكل مالتي المركز مالت الشكل المعطى بالسؤال of equilateral triangle لشكل متساوي مثلث متساوي الاضلاع is كذا، يعني واحد يعني السنتر مالت المثلث ما مطيني اياه اوريجن، مطيني اياه هو نقطه، وواحد من الرؤوس ايضا مطيني اياه، يقول اوجد بقيه الرؤوس الممثله، يعني اوجد الكومبلكس نمبر الممثل لبقيه الرؤوس. يعني هنا بهذا السؤال طلاب انا متعمد ما معطيكم الشكل المثلث منطبق الاوريجن مالته
على نقطة الإحداثيات، هاي مصيبة ترى دير بالكم. تقدرون تحلونه يعني أكثر من طريقة، طريقتين، طريقة المتجهات والطريقة الثانية لا، راح الرأس المعطى بالسؤال تطرح منه الأوريجين، يعني هنا الرأس مالت المثلث هو هذا، بينما السنتر مالت المثلث هو هذا، هذا مركز المثلث، بينما هذا الثاني اللي معطاه هنا مركز المثلث، العفو هذا مركز المثلث، بينما هذا الشكل اللي هنا هو أحد الرؤوس، هذا أحد الرؤوس. فأحد الرؤوس بنطينا إياه اللي هو 1 زائد 2 جذر 3 آي، والمركز مالت المثلث هذا، شلون أشتغله هذا؟ طبعا ما مطيني، ما قايل إنه السنتر مالت المثلث صاير بالأوريجن. هنا لازم شو تسوون طلاب؟ تطرحون من المركز، يعني هذا المركز اللي مطيني إياه، تقول هذا المركز اللي هو 2 زائد جذر 3 آي، تطرحه من نفسه، فشي ينطيني صفر. هذا الرأس هم تطرح منه النقطة مالت المركز مالت المثلث اللي هو 2 يعني زائد جذر 3 آي، تشتغل تدور وبعدين نضيف النقطة المركزية اللي انت طرحتها. هاي طريقة أولى. والطريقة الثانية طريقة المتجهات، يعني بس مجرد انه توصل فكتر بين النقطة مات الأصل وبين يعني من النقطة الأصل إلى النقطة المركزية ومن نقطة الأصل إلى النقطة اللي معطات بالسؤال، تطلع هذا المتجه ايش راح يساوي لك إذا فرضت هذا A وهذا B وتريد تطلع السي، السي ايش راح يساوي لك المتجه مات؟ احنا أرجن دايرام هو تمثيل متجه للعدد المركب، راح يصير عندي بي ناقص اي، البي مطيني اياه بالسؤال والاي مطيني اياه ينطيني السي، السي راح تدوره تدوره تدوره، ويعني عمليه جدا سهله بعدين نطلع علاقه بين هذا. طبعا بطريقتين يعني هسه تدوخون بهذا السؤال. هذا فيما يخص عمليات التدوير. احنا طلاب الان بالعمليات مالت التدوير حلينا سؤالين، السؤال الملزمه السابقه كان مربع، هذا السؤال كان مثلث، يعني والمثلث كان يعني متساوي الأضلاع، لكن قلنا لكم يعني الشكل ما معروف، المثلث قد يكون هذا الرأس الأول، قد يكون الرأس الثاني هنا والرأس الثالث هنا، فشون تنبأنا من خلال الزوايا مالت التدوير مالتي لما دورت النقطة ضفت له تنبأت أني النقطة الثانية وين دا تكون، شفتها بربع الأول الثاني، بينما النقطة الثالثة بربع الثاني، النقطة الأولى هي كانت أصلا معطات بالسؤال، هي أصلا كانت بالربع الرابع لأن X مالها كان موجب والواي مالها سالب. هذا فيما يخص شغلات التدوير، يعني أسئلة جدا مهمة تشوفون كيف أنه نقدر إذا انطانا بالسؤال يعني أحد الرؤوس انطانا إياه X والواي مالته وكومبلكس نمبر، شوف كيف نقدر نطلع بقية الرؤوس المعطات بالسؤال من خلال أنه الكارتيزيان كوردينيت نحوله للبولر الإحداثيات القطبية، وثم أجي أدور حسب الشكل مالتي كاميرا إس بي، لازم اعرف العلاقه بين الزاويه مالت البرنسبل والريفرنس بالنسبه لكل ربع، اول ثاني ثالث رابع الى اخره. الان طلاب عندنا موضوع جدا مهم بالملزمه، طبعا موضوع اويلر، تمثيل اويلر. احنا لحد الان طلاب مثلنا الكومبلكس نمبر مثلناه بطريقين، طريق الكارتيزي اللي قلنا هو يعني يعبر عنه بالاكس زائدا اي واي، ايضا مثلناه بالبولار كوردينيت اللي يساوينا ار مضروب في كوساين الثيتا زائدا اي ساين الثيتا، هذا التمثيل الثاني. اخر تمثيل هو تمثيل الاويلر، طبعا هو اصلا الكومبلكس نمبر يعني هو اويلر يعني اوجده، هو اللي صاغه واللي نظر اليه واللي يعني احنا ندرس على ما هو نظر اليه. التمثيل الاخر طلاب الثالث هو الاويلر بالطريقه الاتيه، راح يكون عندي ويساوينا ايضا ار اكسبوننشال اي الثيتا. طبعا انتم بالكوانتم ميكانكس مار عليكم هذا الشيء، يعني انه سؤال طلاب ليش بالكوانتم ميكانيك دائما موجود الاي الكومبلكس نمبر، من يجاوبني ليش دائما الابساي يكتب بالصيغه الاتيه الاي اكسبوننشال؟ طبعا خلينا نمسح هذا، سؤال خارجي نربط به الرياضيات ويا الفيزياء ويكون به يعني شلون تقول، خلي الابساي مثلا اذا ناخذ بلين ويف موجه يعني هذا يساوي لنا اي الكي دوت الار ناقصا الاوميجا تي. ليش دائما الكومبلكس نمبر موجود طلاب الميكانيك الكم؟ من يقول لي؟ اكو واحد عنده معلومات؟ طبعا هو هذا تمثيل اويلر بالمناسبه، لانه هذا كله عباره عن زوايا. الكي دوت الار هو زاويه، والسرعه الزاويه مضروب في الزمن ايضا زاويه، فزاويه ناقص زاويه يطلع يعطيك اكسبوننشال زاويه، فيس، هذا كانه يسمى فيس، طور. عموما هذا اتركوه، يعني خليه هسه نخوض بالمحاضره مالت اليوم رياضيات، انتم تعرفون رياضيات علم يعني هذا. فلاحظوا هذا صيغه اويلر اكسبوننشال اي ثيتا، شيء سنه كوسين ثيتا زائد اي ساين ثيتا،
اذا كانت الاشاره مالت الاكسبوننشال طبعا تعرفون الاي قيمته 2.718 something يعني قيمته هذا الاي الاساس. فاذا كان عندي الاكسبوننشال بالموجب راح يكون عندي كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا. اذا كان عندي الاكسبوننشال بالسالب بس راح يكون الاشاره سالب بيناتهم. فدا تشوفون هنا الاشاره الموجبه ودا تشوفون هنا ايضا الاشاره السالبه حسب الارجيومنت مالت الفيس، هل الارجيومنت يكون بالسالب او يكون بالموجب. هنا الطلاب صيغه اويلر هاي الصيغتين لاحظوا دائما قلنا الزاويه دائما الزاويه هي زاويه برنسبل، دير بالكم مو الريفرنس. الريفرنس طلاب قلنا لكم دائما الريفرنس برايم يعطى بالعلاقه تان انفيرس مطلق الواي على اكس، هاي قاعده وما تتغير نهائيا يعني هذا الريفرنس. بينما البرنسبل لا حسب الارباع، انت بيا ربع شو تعرف انت بيا ربع؟ من خلال الاشاره مالت الاكس والواي. الربع الاول دائما الاكس والواي موجبات، الربع الثاني الاكس سالب الواي موجب، الربع الثالث الاكس والسالب كلاهما سالب، الربع الرابع لا الاكس موجبه بس الواي سالبه، وهكذا. هنا لاحظوا هاي الصيغتين جدا مهمات، بس مع ملاحظه انه الثيتا هي مو هي دوريه، يعني ما معناه تتغير حسب التدوير مالتك. اذا بديت 30 ضيف لها 360 درجه يصير عندك 390، ضيف لها 300 وهكذا، عمليه مستمره. يعني الثيتا مو يونيك، مو فريده. هنا لاحظوا وياي therefore the complex number x يساوي x زائد اي واي، هذا بالكارتيزيان representation، هذا الكارتيزيان فورم يعني الشكل الكارتيزي. او الشكل القطبي اللي هو طبعا خلينا نكبر الملف احنا نسينا لانه شويه الشكل حتى تكون العمليه واضحه بالنسبه لكم. لاحظوا هنا الشكل القطبي الان مظلل لكم هو هذا، الشكل القطبي هو هذا اللي الان حلينا عليه مسائل كومه مال التدوير، لما نقدر نوجد يعني بقيه الرؤوس لشكل معطى، قد يكون مربع، قد يكون مثلث الى اخره. اما صيغه اويلر هو هذا اللي هو هنا انا كاتب لكم الثلاث صيغ بالتفصيل الممل. لاحظوا التمثيل الكارتيزي، التمثيل القطبي، وتمثيل اويلر. اذا الكومبلكس نمبر اقدر امثله بثلاث ثلاث قيم، ثلاث اشكال. شكل الكارتيزي بي اكس وواي، شكل القطبي يعتمد على ار وثيتا، والشكل الاويلر اللي هو اكسبوننشال. والاكسبوننشال الاي نعرف هو الاساس 2.718 2.718 الى اخره، هم بعد بوينتات. واللي قبل البولر شنو هذا شو يسموه؟ هذا؟ أي؟ هذا لا هذا مساقط، يعني انا اقول لك الاكس لما سقط الار يعني النقطه ما تزت سقط بالاكس هو عباره عن ار كوساين ثيتا، الواي هو ار ساين ثيتا، فطلع الار عامل مشترك منه هذا الار وهذا الار يعطيك هاي العلاقه البولر. فهذا يعني كانه اذا اقول لك شلون اشتق البولر، هذا الاشتقاق مالته هو هنا. يعني اتصور العمليه واضحه، يعني ما في اي هذا، يعني هاي الخطوه، هاي الخطوه هي اشتقاق المن لهاي الخطوه اللاحقه البولر. ليش؟ بس تعوض هنا عندك هذا الشكل وعندك هذا، هنا هاي النقطه زت وهي دائره، جزء من دائره، فهذا المسقط مالت الزت هو ار كوساين الزاويه، بينما المحور الواي هو ار ساين الزاويه. فلما نطلع الار فيكتور، الار هو شيء يساوي لك جاي من جزء الاكس والجزء الواي. طبعا احنا ما راح نكتبه بالهذا، يعني هو عباره عن زد يساوي لك اكس زائد اي واي، عفوا بدون تمثيل متجهات، الاكس ار كوس ار كوساين ثيتا والواي هو ار ساين ثيتا، طلع الار عامل مشترك ينطيك البولر. البولر اللي هو هذا، البولر اللي هو هذا، هذا البولر. والتمثيل الثالث هو اويلر. طبعا لا تنسون هاي الاشاره الان هنا موجبه، فلما كانت الاشاره موجبه مال اكسبوننشال زائدا اي ثيتا فراح يكون هنا كله موجب، كله موجب، كله موجب. اما اذا صارت الاكسبوننشال سالب لا، اذا قلت زت يساوي اكس ناقصا اي واي راح يكون هنا ايضا ناقص، هنا ناقص الاكسبوننشال راح يكون ناقص. وتمثيل فقط للاويلر، اما اشاره موجبه او اشاره سالبه، بس التمثيل مال الاويلر اكثر تطور، اكثر جماليه، اكثر يعني خاتمه. يعني الكومبلكس نمبر نختم بهذا بعد. وقلنا الاعداد المركبه هي اعداد شامله، يعني تشمل كل الاعداد الناتشرال والريال والاعداد اللي تكون الحقيقيه الى اخره من الاعداد الموجوده. يعني مع فارق، يعني اذا انت عندك الجزء الواي الصفره فينطيك تتحول الاعداد الريشنال، الاعداد النسبيه، يعني كل الاعداد هي حاله خاصه من الزت. الزت هو الشامل، العلم الاعداد الان وصل الى الزت، هاي بعد ماكو عدد يعني نظريه للاعداد
فوق الزت. الزت هو الشامل للكل، للناتشرال، للريال، للريشنال، كل الأعداد، من عدد خمسة تقريبا. لاحظوا ياي knowing that، علما بأن، لاحظوا علما بأن knowing that theta is not unique، وهذا شرحناه بالمحاضرة رقم 4، قلنا زاوية هي زاوية دورية، يعني ضيفة 360 درجة وترجع نفس المكان، ترجع نفس المكان، دورة أولى، دورة ثانية، ثالثة، رابعة، يعني زاوية مالتك دائما ضيف له 2 باي ان، والان هي عدد الدورات 1 2 3 أو قد تكون صفر، يعني ماكو أي دورات. فالثيتا is not unique. It has periodic property. عندها خاصية دورية. i.e. when كان الواحد يستطيع أن يلف any number يعني of 2 pi radians. يعني واحد يقدر يعني يحصل يعني يضيف 2 pi كل مرة يضيف 2 pi 2 pi 2 pi. فعبر عنه ب 2 pi n. والان عدد صحيح أما بالسالب أو بالموجب يعني مو شرط. يعني both positive. البوزيتيف تعرفون. إحنا قلنا دائما أي زاوية شوفها بالموجب جاء تشتغل عكس أقارب الساعة counter clockwise. أي زاوية شوفها بالسالب معناته أنت clockwise تشتغله، وشفنا هذا بالمثال السابق. and negative اللي هو clockwise onto the argument and the complex number remains the same. يعني طبعا argument الargument الزاوية هي تتغير دائما، بس عندي الR تبقى دائما the same. الR اللي هو modulus. لاحظوا وياي الطلاب هذا التمثيل الموجب وهذا التمثيل السالب، ويساوينا كذا 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 كذا. يعني بس مجرد انه الموجب هذا طرقنا له بالتمثيل السابق المعادلات السابقة ينكتب بهاي الصيغة. طبعا هذا الموجب بما معناه موجب بس ضيف له 2 باي ان، اذا سالب ضيف له 2 باي ان وهكذا. هذا عملية النوت العملية الدورية، انه اذا انا عندي 30 اضيف له 360 درجه احصل على 390، اضيف له 300 درجه 300 ينطيني 700 وهكذا. يعني عمليه مستمره، فالثيتا قيمتها ما تاخذ قيمه واحده، قيم متعدده. ايضا اذا انا اشتغلت مع عكس مع عقارب الساعه العفو، يعني اذا كان عندي الزاويه الثيتا اطرح منه ناقص 2 باي ان، يعني اتحرك مع عقارب الساعه، راح يكون عندي فقط يعني اكتب ناقص 2 باي ان، ناقص 2 باي ان. هذا فيما يخص الزوايا التمثيل الأويلر مع الكومبلكس نمبر. كيف نقدر نفهم هذا الشيء طلاب؟ نقدر نفهم من خلال هذا المثال. هذا المثال لاحظوا وياي express عبر عن express 1 plus i in the form of Euler's formula. عبر عن هذا الكومبلكس نمبر، طبعا هو هذا الواحد زائد i، هو شنو واحد زائد i؟ يعني كومبلكس نمبر، يعني هو زد زد يساوينا واحد زائد i. طبعا طلاب هذا بيا ربع، هذا من يقول لي واحد زائد i هذا يا ربع؟ دكتور رابع خامس. نعم الأول. أحسنت لأن كلاهما موجب، يعني هذا هو يساوينا x زائد i y. إذا بالمقارنة x هي قيمتها واحد والy قيمتها جت زائد واحد، إذا يا ربع هو x مالته واحد والy مالته واحد، هو الربع الأول تحصيل حاصل. فهذا لما أجي أكتب بالصيغة مالت الأويلر لازم أطلع الأويلر على شنو يعتمد، على r وعلى ثيتا. خلوها بالكم ليش، لانه الزت بعد ينكتب بالصيغه الاتيه r exponential i theta. هاي الصيغه الفيرجن المتطور، هاي النسخه الاخيره بعد. شلون يقول لك النسخه الاخيره مالت فيلم الرعب الووكينج ديد، فبعد ماكو صيغه اخرى، هو هذا الصيغه النهائيه. فاحتاج الr واحتاج الثيتا. طبعا الr modulus اللي هو المطلق مالت الزت سميناه مود الزت، احيانا سميناه الr، ثلاث تسميات سميناهن. هذا الار سهل تحت الجذر x تربيع زائد y تربيع. الثيتا لا، لازم اشوف يا ربع هو، بما انه ربع الاول، ربع الاول لما اشتغل عكس اقارب الساعه دائما الثيتا يساوينا ثيتا برايم. فربع الاول هسه انا اعرف انه الثيتا راح تكون مساوي للثيتا برايم، راح اجي اوجد الار. الار حسب القانون الار، طبعا خلينا نبدا بالثيتا حسب الملزمه، الثيتا يساوينا ثيتا برايم، وده يساوينا تان انفرس الواي على اكس، ويساوينا تان انفرس الواحد. ليش؟ لانه الواي واحد تقسيم الاكس واحد، يعني واحد تقسيم واحد واحد، فيا تان الزاويه مالته واحد 45 درجه. ليش؟ لانه الساين مالته 45 واحد على جذر 2، والكوساين مالته ايضا واحد على جذر 2، فواحد على جذر 2 تقسيم واحد على جذر 2، لانه تان يساوينا ساين على كوساين فينطيني واحد، فالزاويه هي 45. ال 45 هو عباره عن باي على 4، اذا اشتغل بالمقياس نصف القطري باي على 4. الزاويه الان اوجدناها. الار من خلال القانون تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، ويساوي تحت الجذر 1 تربيع زائد 1 تربيع جذر 2، ها هي انتهت.
بما انه صيغه اويلر، شو تقول صيغه اويلر؟ تقول انه الزت يساوي لار اكسبوننشال اي ثيتا. الار الان اوجدناها جذر 2 والثيتا باي على 4 او 45 بالامتحان عادي، اكتب اي 45 درجه، ماكو اي درجه، ماكو اي مشكله، يعني ما عندي اي بروبلم لما تكتب بالمقياس الستيني. فالان كتبنا النقطه اللي هي بالربع الاول كتبناها بالمقياس بالتمثيل القطبي وايضا بالتمثيل مال اويلر. هسه هذا انا ما طالبكم به، هذا هيك خطوه زايده طبعا هاي البولر. انا اللي يهمني هذا الحل، تلاحظون هسه هذا لما اجي افله ينطيني واحد زائد اي. ليش؟ لان لما اجي افله اكتب بصيغه البولار ينكتب جذر 2 مضروب في كوساين ال 45 زائد اي ساين ال 45. ساين مالت الكوساين مالت ال 45 واحد على جذر 2، الساين مالت ال 45 هم واحد على جذر 2، الجذر 2 يدخل على الحدين ينطيني واحد زائد اي، نفس النقطه اللي انطاني اياها بالسؤال، نفس النقطه. كل الطرق تؤدي الى سوق مريدي ترى طلاب، بالمناسبه يعني هي هاي الطرق كلها تؤدي الى سوق مريدي، هذا السوق يعني الفريد من نوعه واللي تلقى بيه حتى مدفع مالت ال 57 ميم طاء ضد الطائرات هم تلقى بيه، كل شيء تلقى. المهم طلاب اذا نجي هذا الزاويه 45 بها خاصيه دوريه وبالشكل الاتي. خاصيه دوريه هسه احنا اوجدنا الزت يساوي جذر 2 اكسبوننشال اي باي على 4، تقدر تضيف له 2 باي، تقدر تضيف له 4 باي، تقدر تضيف له 6 باي، عمليه دوريه تستمر. يعني هنا ال 45 درجه بنضيف له 360 درجه ينطيك 9 باي على 4. دوره كامله، هسه انا افتريت دوره كامله، ليش؟ لانه ال 45 هو باي على 4. خليني اكتب لكم اياه واضح. لاحظوا الزاويه هي باي على 4 او 90 درجه زائدا 2 باي ان. هسه الان اذا اخذه واحد احصل على هاي الباي على 4 زائد 2 باي اللي هو راح يعطيني 9 باي على 4. 9 باي على 4 هو شنو؟ 9 في 180 تقسيم 4 يعطيني 405 درجه، كله نفس الشيء، كله نفس الشيء. يعني اذا تاخذ الساين والكوسين مالت ال 45 وتضربه في جذر 2 راح يعطيك همنا 1 زائد اي. تجي هنا تضيف له مو 2 باي، تاخذ الان مو 1 تاخذ 2، فراح يصير هنا 2 باي في 2 يعطيني 4 باي. اذا الزاويه 45 ضيف له 4 باي راح يعطيك 17 باي على 4، 17 في 180 تقسيم 4 يعطيك 765، 765 درجه لما تاخذ له الساين والكوساين وتضربه في جذر 2 ينطيك هم 1 زائد اي، 1 زائد اي. عمليه ممله ودوريه وما تخلص الى ما لا نهايه الى ان تقوم الساعه. 1 زائد اي كلها راح يعطيك 1 زائد اي، 1 زائد اي. يعني اذا انت اخذت ال 45 واذا اخذت ال 405 واذا اخذت ال 765 وهلم جرا تستمر الى ما لا نهايه، تجي تاخذ تطبق القانون مالت الزت يساوي لك الاكس زائد اي واي ويساوي لك الار كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا. هنا جذر 2 الار شفنا بالسؤال، الثيتا اذا تعوضها 45 او تعوضها 400 405 او 765 كلها راح يعطيك الناتج مالت هاي العمليات كلها يعطيك 1 زائد اي. يعني قلنا الزاويه هي عمليه زاويه از نوت يونيك. يونيك يعني شنو يونيك؟ يعني فريد، تاخذ قيم مختلفه، بينما الار لا، الار جذر 2 غصبا ما على يقبل وما يقبل، يعني رغما عنا مثل ما يقولون، رغما عنا الار ما تتغير، يعني نصف القطر ار هو يبقى ثابت. يعني اذا انت تجي تاخذ الدائره، تاخذ مثلا ترسم هاي الدائره الطلاب، وهاي النقطه مالتك هنا صايره، خلينا نمسح هذا الخط، الار تبقى ثابته ما تتغير، بس الزاويه لا، تفتر ترجع نفس المكان، تفتر الى ما شاء الله. دكتور احنا لسه وين هالخطوه؟ هاي زايده اصلا، هاي زايده، هاي اصلا انت مو مطالب، بس هيك من باب ال شلون تقول، من باب ال يعني النقاش يعني، بس هي مو مطالبين بها انتم. عموما هو السؤال بالمناسبه طبعا شوي الملف شوي جمد، بس خلي شوي احرك الشيرنج بس لا ينضرب الملف مالت الوورد ما بينا حيل. فاحنا والسؤال اذا نرجع مثل ما تفضلت وقلت، هو الحل مالته هو هذا، بعد ماكو داعي للاستطراد بالحل، هو الحل مالته هذا وانتهى هنا، هذا الحل مالته وانتهى. بس تكتب جذر 2 اكسبوننشال اي ال 45 درجه او باي على 4، انتهى السؤال. بس انا من باب افسر لكم انه الثيتا از نوت يونيك، از نوت يونيك يعني مو فريد، بما معناته تضيف له 2 باي ان. اكو واحد اللي ينضم للميت؟
خلينا نجي نشوف شوي ننتظر. عندنا مصطفى عدنان، اهلا وسهلا. العراقي رحب بك، والوطن يتسع للجميع. المهم وين وصلنا بعض الطلاب؟ ننتقل الى الاسئله البقيه الموجوده بالملزمه. لاحظوا يا طلاب and so on، هنا ايش كاتب لكم؟ and so on، يعني وهكذا وهكذا، so on يعني وهكذا، يعني بما معناه ال 405 765 ضيف لهم 360 درجه وضيف له 360 درجه الى الى ان يعني الى ان يعني تبل. لاحظوا طلاب هنا عندني السؤال الثاني بالاويلر، موضوع مالت الاويلر اكسبريس، عبر عن الساين والكوساين ان ذا فورم اوف اويلرز فورمولا، عبر عن الساين والكوساين بدلاله الصيغه مالت الاويلر. احنا نعرف طلاب، نعرف انه بما انه صيغه اويلر، شو تقول صيغه اويلر؟ اكسبونينشال اي ثيتا شو يساوينه؟ كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. وبما انه الاكسبونينشال بالناقص يكون بس الطرح بيناتهم، يعني كوساين الثيتا ناقص اي ساين ثيتا، بجمع المعادلتين طلاب adding both equations 15 و 16، اذا 15 و 16 اجمعهن ايش راح يصير عندي طلاب؟ راح يلغي الساين من الطرفين، من المعادله 15 من المعادله 16 بجمع المعادلتين، فراح يصير عندي exponential i theta زائد exponential minus i theta شي يساوي 2 كوساين الثيتا. اذا كوساين الثيتا شي يساوينه؟ كتبنا الان طلاب العلاقات المثلثيه الترايجونومتريك، العلاقات المثلثيه الترايجونومتريك كتبناها بصيغه اويلر اللي هي الاكسبونينشال. هاي شغله كلش حلوه. بطرح المعادلتين، بطرح السبتراكتنج ايكويشن 16 فروم 15، بطرح المعادله 16 من المعادله 15، اقدر احصل على العلاقه مالت الساين اللي ايش راح يساوي لنا الساين؟ راح يساوي لنا طرح الاكسبونينشالات مقسوم على 2 اي. طبعا بالطرح شلون بالطرح؟ يعني بس مجرد تقول نقول بطرح المعادله 16 من المعادله 15، فالناقص راح يدخل على هذا الكوساين يصير مو موجب يصير ماينس، وهذا ماينس يصير زائد. لما اجي اطرح المعادلتين راح يصير عندي اكسبونينشال اي ثيتا ناقص اكسبونينشال ناقص اي ثيتا شي يساوي انه الكوساين هنا موجب، هنا راح يكون بالماينس واحد يلغي الثاني، فراح يعطيني 2 اي ساين ثيتا. انا اريد الساين الثيتا، فالساين الثيتا شي يساوي انه اكسبونينشال اي ثيتا ناقص اكسبونينشال ماينس اي ثيتا على 2 اي. تلاحظون كتبنا الساين والكوساين بدلاله الاويلر، ويعني عمليه جدا يعني روعه وعمليه بديعه كلش حلوه. الكومبلكس نمبر ترى علم كلش راقي، وبي ايضا تكاملات وبي علم يعني هذا. نلاحظ طلاب السؤال الثالث، الان ايش قد الوقت؟ احنا ضعنا بعد، انا ما اعرف الوقت ايش قد، هسه الا ثلث. اوكي لاحظ طلاب الان فايند، اوجد فايند اكسبونينشال اي باي على 2، باي على 2 يعني ايش قد طلاب باي على 2؟ دكتور يعني احسن، يعني الباي هو 180، الباي 180، 180 تقسيم 92 زاوية باي. هاي شنو هاي؟ نمسح هذا كله، العفو، أو هذا قمز المؤشر. هذا نرجع من جديد إلى نقطة السؤال. لاحظوا الآن هنا عندي اكسبونينشال الباي، اي باي. الباي هو 180 درجة، فهذا الزاوية هو 180. عندي هاي زاوية 3 باي على 2، يعني 3 في 180 تقسيم 2 هذا 270. عندك 2 باي يعني 180 في 2 360 درجة، وهكذا يقول لك اوجد اكسبونينشال اي ان الباي، اكسبونينشال 2 باي ان اكسبونينشال اي 2 ان. ما انا بديت تنلاص عليه، بديت يعني الالفاظ مالتي بدات تتداخل. وايضا عندي اكسبونينشال اي افتح قوس 2 ان زائد 1 مضروب باي باي على 2. هذا كيف نوجد هاي المقادير؟ عملية جدا سهلة وبسيطة، ويعني ما نقدر نقول لك انه اشرب كوباية شاي لانه احنا الكل صايمين الحمد لله مأجورين. رأسا نبدأ على كيف نبسمل بسم الله، نقول أول مطلب الإكسبونينشال اي باي على 2، نكتب بصيغة الصيغة القطبية اللي هو كوساين باي على 2 زائد اي ساين باي على 2، ما خلي ناقص لأنه هو ما قال ناقص، فماكو ماينس موجب. أجي كوساين التسعين إيش قد؟ هو صفر، ساين التسعين هو واحد، واحد في اي ينطيني اي. نحل أول سؤال، أول مطلب. نجي على المطلب الثاني نفس العمل، المطلب الثاني 180 درجة. ال 180 اي اكسبونينشال اي باي يعني كوساين الباي زائد اي ساين الباي. الكوساين مالت الباي هو ناقص 1، بينما الساين مالت ال 180 هو 0، وبالتالي يعطيني ناقص 1. نحل المطلب الثاني اللي طلبه من عندي. نروح على المطلب الثالث اللي هو ال 3 باي على 2 اللي هو عباره عن 270 درجه، زاويه 270. الاكسبونينشال اي 3 باي على 2 هو عباره عن كوساين 3 باي على 2 زائد اي ساين 3 باي على 2. الكوساين مالت ال 270 درجه هو 0،
بينما الساين مالته هو ناقص واحد، ناقص واحد في اي ينطيني ناقص اي. انتهى المطلب الثالث. فيما يخص المطلب الرابع عملية ايضا جدا سهلة، اللي هو الكوساين مالت 360 درجة او 2 باي. نفس الخطوات نفس العملية. ال 2 باي هو شي يساوي من ال 2 باي؟ exponential i 2 باي هو كوساين 2 باي زائد i ساين 2 باي. طبعا الكوساين مالت 2 باي هو واحد، بينما الساين مالت 2 باي هو صفر. صفر في i هو صفر، زائد واحد هو واحد. اذا نعقد المسألة ونتفيك بعد، ايش راح يكون عندي؟ ولا هو ماكو مجال التفيك لانه السكر بدماغنا بدا يقل، بدينا نتلعثم وحتى ما بدينا نركز. اذا نجي ناخذ المطلب الثالث قبل الاخير، exponential i باي i n الباي، شلون راح ينكتب هذا الطلاب؟ لاحظوا وكانه هو exponential i باي الكل مرفوع للاس n، صار اسين. تعرفون اي شيء اي متغير ارفعه الى اسين ينضرب الاسين، ف n في i باي ينطيني i n باي. الاي باي حليناه قبل شويه، شفناه ايش قد طلع لي الاي باي. exponential i باي طلع لي هو ناقص واحد، exponential i باي طلع لي ناقص واحد. وبالتالي هنا لما اقول exponential i n الباي يساوي exponential i باي الكل مرفوع للاس n، راح يكون عندي ناقص واحد اس n. هذا بعد اتوقف ما اقدر بعد اجتهد، طلع الناتج مالت الاكسبوننشال اي ان الباي يساوي ناقص واحد اس ان. اذا استنتج انه الان اذا زوجيه الان يطلع موجب، اذا الان فردي واحد ثلاثه خمسه ينطيني بالناقص، وهكذا. اذا اجي اخذ اكسبوننشال اي 2 باي ان اي 2 ان الباي اقدر اكتبه اكسبوننشال اي 2 باي الكل مرفوع للاس ان. الاكسبوننشال هذا ال i 2 باي هو طلع لي واحد، اللي هو هذا طلع لي واحد، الناتج مالته واحد، وبالتالي يعطيني واحد اس n. الواحد لاي باور سواء كان سالب او موجب او صفر وينطيني واحد ناتج مالته، وهذا جدا سهل ونحل. اخر سؤال اخر فرق بي هو شوي معقد طلاب، بي صعوبه يعني راد له شويه تركيز. لاحظوا وياي i مضروب في قوس 2n زائد 1 مضروب في باي على 2، ايش راح اسوي انا؟ راح اجزئه. طبعا ال i على 2 مضروب في باي يدخل على الحد الاول ويدخل على الحد الثاني. ال i مضروب في باي على 2 يدخل على الحد الاول والثاني فينطيني هذا الاكسبوننشال. لاحظوا ال 2 يعني i باي على 2 مضروب في 2n، ال n ال 2 وال 2 راح تنلغي فراح ينطيني i n الباي اول حد. طبعا لما يدخل على الحد الثاني ينطيني على الحطه مالته اي باي على هذا. طبعا تعرفون يعني عند الضرب تجمع الاسس ينطيني نفس هذا البارت الاول. اني اي باي على 2 اعرفه هو ايش قد ينطيني، يعني ينطيني بالماينس، العفو ينطيني واحد. ليش؟ لانه اني حليته هنا وطلع لي اي، العفو يعني اكسبوننشال اي باي على 2 طلع لي اي حسب ما حلينا، لان الزاويه هي 90 فالكوساين دائما بالزيرو فينطيني دائما i اللي هو هذا، اللي هو هذا i. يبقى لي الحد الاول ايضا حليناه i باي ال n هو هذا، i باي ال n وينه؟ هو عباره عن ناقص 1 اس n exponential i باي ال n وينطيني ناقص 1 اس n. اذا العمليه تكون جدا سهله وواضحه، راح ينطيني الناتج مالتي هو عباره عن i مضروب في ناقص 1 اس n. هذا الهوسه مالته توج بناقص 1 اس ان مضروب في اي، لانه هذا الحد قلنا هو عباره عن اكسبوننشال اي مضروب اي 90، وهذا راح ينطيني اي الناتج مالته، بينما هذا بالسؤال القبلي حلينا طلع لي ناقص 1 اس ان، فاي في ناقص 1 اس ان هو ينطيني هذا هو نفسه. ايضا عندي مواضيع ايضا مهمه، عندنا وصلنا الى دي مويفرس. دي مويفرس ثيوريم طلاب ما يختلف عن اويلر، بس بجماليه من ناحيه اخرى. طبعا هو الاويلر والدي مويفرس اثنيناتهم راح يكملون الكومبلكس نمبر. هنا يقول لك طلاب التعريف مالت الدي مويفرس ادي الانترميديت الاميديت العفو الان اميديت كونسيكونس يعني النتيجه الفوريه او الحتميه او النهائيه للصيغه مالت الايلر هو دي مويفرس. دي مويفرس شو يقول لك طلاب؟ يقول لك انت بما انه الاكسبوننشال اي ثيتا هو عباره عن كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا باخذ الباور ان للطرفين، باخذ الباور ان للطرفين،
ايش راح يصير عندي؟ كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا باور ان، شو يساوي؟ اكسبوننشال اي ثيتا باور ان. هذا الان ينضرب في الاي ثيتا، شو ينطيني؟ اكسبوننشال اي ان ثيتا. اذا افتحها هذا بصيغه اويلر، بصيغه اويلر ايش راح يكون عندي؟ كوساين ان ثيتا زائد اي ساين ان ثيتا. لاحظوا هنا الطلاب بما معناه، بما معناه، بما معناه اذا عندي اي كومبلكس نمبر اخذ له باور ان، الان وين راح يصير؟ ارجيومنت للزاويه. هذا الفكره مالت دي مويفرس. فانت لما عندك كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا باور ان، الان قد تكون قيمتها ترى للطلاب بالسالب او بالموجب، مو شرط سالب موجب ناقص واحد واحد اثنين ناقص اثنين وهل مجرا، حتى هاي الاشاره بالمنتصف قد تكون سالبه او موجبه. فش راح يكون عندي هنا الطلاب؟ راح يكون عندي الان ينزل ويا الارجيومنت مالت الزاويه، طبقنا اويلر. هسه هذا كانه اشتقاق، هاي الخطوات الوسطيه هي اشتقاق. فشفنا انه الان لاحظ انه الكوساين مالت الثيتا زائد اي ساين الثيتا باور ان، يعني اس ان يساوي الكوساين ان الثيتا زائد اي ساين ان الثيتا. ايضا اذا انا اخذت الاشاره ماينس ما بين الساين والكوساين ورفعت للباور ان، نفس العمليه. طبعا كوساين الثيتا ناقص اي ساين الثيتا وش يمثل عندي؟ هذا اللي بالداخل القوس واكسبونيشال ناقص. الان راح يدخل على الناقص اي ثاني ساين الثيتا، العفو يدخل على الناقص اي ثيتا، شو ينطيني؟ اكسبونيشال ناقص ان ثيتا. افتحها بدي ما بالاويلر هذا الاكسبونيشال ناقص اي ان ثيتا يصير كوساين الان ثيتا ناقص اي ساين الان ثيتا. اذا بما معناه الكوساين حاصل طرح الساين والكوساين او الكومبلكس نمبر بالصيغه اللي هي تكون بالسالب مرفوع للاس ان يعطيني كوساين ان ثيتا ناقص اي ساين ان ثيتا. وهكذا لاحظوا هسه هنا الان كوساين والكوساين الثيتا والساين ثيتا البيناتن اما جمع او طرح، بس الاسس كانت موجبه، طلعت لي هاي الصيغتين، اشتقينا هاي العلاقتين اللي تشوفوها امامكم. الان نفس العمليه ايش راح نسوي؟ راح ناخذ اذا اخذنا الكوساين الثيتا موجب الاشارات بيناتن، او اخذنا الاشارات بيناتن سالب لكن رفعناها للاس السالب، يعني هنا الاشاره بيناتن موجبه، الاشاره هنا بيناتن سالبه لكن رفعت الناقص ان، رفعت الناقص ان، شو حصل على يا نتيجه؟ ايضا اشتقاق مالته راح يكون جدا سهل. انا عندي الكوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا هو اكسبونينشال اي ثيتا، دا ارفع الاس بالسالب فالسالب راح يدخل على الاس اي ثيتا ينطيني اكسبونينشال ناقص ان اي ان ثيتا. هذا هو عباره عن شنو طلاب؟ اذا اجي افتحها بدي بالاويلر او اقدر افتحها هنا، هو عباره عن واحد، يعني هو بالناقص، الناقص يعني راح يصير بالمقام، يعني واحد على اكسبونينشال، هذا وكانه واحد على اكسبونينشال اي ان ثيتا. طبعا انا اعرف انه الاكسبونينشال اي ان ثيتا هو عباره عن اكسبونينشال اي الثيتا مرفوع للاس ان. طبعا اي اكسبونينشال اي ثيتا هو عباره عن كوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا، ارفع للاس ان، اضرب في مرافق المقام واقسم على مرافق المقام. طبعا لا تنسون الاكسبونينشال الثيتا زائد اي ساين الثيتا اس ان هو عباره حسب التعريف الاولي بصيغه الدي مويفرس يكتب بالصيغه الاتيه، اذا نصعد لي فوق احنا اشتقينا هاي العلاقه، قلنا الكوساين الثيتا زائد اي ساين الثيتا اس ان هو يكتب بالصيغه الاتيه، خليني امسح هذا هني، هذا يكتب بالصيغه الاتيه ويساوي لنا الكوساين ان الثيتا زائد اي ساين الان الثيتا. وبالتالي شو راح يصير عندي المقام بالصيغه الاتيه؟ راح يكون عندي هذا، اذا اضرب في مرافق المقام واقسم على مرافق المقام، لان هذا هسه كسر ما اقدر اريد اخلص من عنده، طبعا البسط يبقى على الحطه مالته، لكن المقام إذا أجي أضرب الأول في الأول، الأول في الثاني، الثاني في الأول، الثاني في الثاني، راح يعطيني واحد الناتج مالته، ليش؟ لأن يعني راح يعطيني كوساين تربيع زائد ساين تربيع، وهذا الأيدنتيتي مقداره واحد. إذا كان عندي كوساين الثيتا زائد أي ساين الثيتا مرفوع للأس سالب، راح يكون عندي يعني الإشارة أيضاً بياناتها سالب. بس لا تنسون الأن تدخل على الزاوية. الأن تدخل على الزاوية. إذا كان كلاهما سالب راح يعطيني موجب بالعكس. لاحظوا هنا بالحل راح يكون عندي كوساين الثيتا ناقص اي ساين الثيتا لكن ارفع الاس سالب. هذا كيف اقدر اكتبه؟ ايضا نفس العمليه بهاي الصيغه، ايضا السالب في سالب هو موجب، وبالتالي راح يكون عندي كوساين. طبعا هاي الخطوات ما لها داعي، هاي الخطوات كلها ما لها داعي، بس راح هذا بصيغه الاويلر هو عباره عن كوساين ان الثيتا زائد اي ساين الان الثيتا.
أربع علاقات موجودة. إذا كان عندي الزاوية بين الساين والكوساين موجبة لكن الأس إما موجب أو سالب. إذا كانت الإشارات بينات سالبة مرة الأس موجب مرة الأس سالب، فطلعت لنا أربع علاقات مهمة مالت الديمويفرس. تطلع شنو الفائدة مال الديمويفرس؟ لاحظوا وياي كيف نفهم الديمويفرس من خلال الأمثلة. عندي هنا السؤال هسه إلا 10، راح نتوقف بهذا السؤال وما ناخذ بعد أكثر. لاحظوا طلاب سؤال الرابع simplify، يعني شنو simplify؟ من يقول يعني شنو simplify؟ ها طلاب دكتور أحسنتي. simplify يعني بسط، بسط العلاقة الآتية. هاي العلاقة ترى جذر بيها، يعني هي هوسة ما أقدر أفتح الجذر مالتي. مكتوب كوساين الباي، كوساين الباي يعني إيش قاعد؟ يعني كوساين 180 درجة زائدا آي ساين 180 درجة، لكن مرفوع للأس نص. زين هذا كيف أقدر أنا أعرف الأس نص؟ هسه الآن راح أجي أطبق الديمويفرس. لاحظوا الإشارات بين الساين والكوساين هو موجب، الإشارات بينات موجبة بين الساين والكوساين، الأس ده يكون عندي موجب. إذا يا علاقة راح أطبق، سبحان الله هو الماوس قمز للعلاقة الأولى أوتوماتيك، يعني بركة شهر رمضان هو قمز المؤشر للعلاقة 28. إذا كان عندي كوساين والساين إشارات موجبة بيناتهم والمرفوع للأس N موجب، راح يصير عندي كوساين الN الأس أضربه في الثيتا المعطات زائدا I ساين الN أضربه في الثيتا المعطات. الثيتا بالسؤال هو باي، الN هو نص، فش راح يصير عندي باي مضروب في نص، كوساين الباي مضروب في نص زائدا I ساين الباي أيضا مضروب في نص. الباي هو 180 درجة، فلما ينضرب في نص ينطيني 90. فلاحظوا هنا ايش راح يكون عندي؟ احنا وين وصلنا؟ شو انا تيهت؟ ايه المهم الانسر شوي نصعد فوق. الانسر الجواب راح يكون عندي from Moivre's theorem، من مبرهنة Moivre's، بما انه الكوساين مالت الباي زائد اي ساين الباي اس نص وعباره عن كوساين، هسه الباي بس اضربه في النص الاس واخلي اشاره موجبه بين الساين والكوساين حسب العلاقه رقم 28 من البدايه. لاحظوا أنا أعرف الكوساين التسعين هو إيش قد؟ هو صفر. ساين التسعين هو واحد، واحد في آي وآي أوجدنا كملنا وهكذا. إذا تجي يعني تطور الحل، طبعا هو إيش قد بقانا هنا لهاي الصفحات. إيه بعد ما أخذ بعد أكثر وأدوخكم بالحلول البقية، يعني هم نقدر نستمر طلاب. يعني إذا نجي نأخذ هذا السؤال الآخر simplify، هو سهل ما بيشي simplify ايضا بسط الكوساين مالت الباي على 6 ناقصا اي ساين الباي على 6. باي على 6 هو ايش قد طلاب؟ باي على 6 من يقول لي؟ هو 30، هو زاويه 30. هنا لاحظوا وياي الاشاره بين الكوساين والساين هو ماينس، الاشاره بين الساين والكوساين هو ماينس لكن الاس هو موجب. نجي يا علاقه بيناتهم سالب والاس موجب، اجي افتر لي فوق أصعد لي للمعادلات مالتي العلاقة رقم 32. لاحظ 32 أو العلاقة العفو لما يكون سالب والأس موجب اللي هو هذا العلاقة رقم 29. خلينا نمسح هاي الهوسة كلها. العلاقة رقم 29 لاحظوا وياي الآن السالب الكوساين والساين إشارة بيناتهم سالب لكن الأس موجب، هو انطاني باي على 6، باي على 6 يعني 30 بس الأس مطينا يمكن 3. فهنا لما يكون عندي الإشارة سالب بين الساين والكوساين والأس موجب، هو شيء يساوي لي كوساين ناقص آي ساين لكن لازم أضرب الأس في الزاوية، فهنا راح يكون ماينس. فهنا لما يقول لي simplify إيش راح يصير؟ from Moivre's theorem راح يصير عندي كوساين باي على 6 ناقص آي ساين الباي على 6. طبعا هنا طلاب إيش راح أسوي؟ إذا أطبق أحول للربع الرابع، بالربع الرابع لاحظوا هنا دائما الاكس موجبه، طبعا هذا الاكس كانه وهذا الواي دي يكون عندي بالسالب، الواي دي يكون عندي بالسالب، فهنا كانه بالربع الرابع، بالربع الرابع دائما يكون الكوساين موجب والساين دائما يكون سالب، فاقدر اكتبه بالصيغه الاتيه كوساين ناقصا 30 زائدا اي ساين 30 ناقص زين احسن تريد هم تقدر مباشر عادي ماكو اي مشكله، يعني راسا تقدر تكتب راسا تكتب كوساين صح، يعني أنا وياك بهذا هذا بس أنت تكتب كوساين 3 باي على 6 ايش تكتب بعدين؟ هذا طبعا هنا تكتبه بما انه اشاره ماينس راح يصير ماينس اي ساين 3 باي على ايش قد؟ على 6 3 باي على 6 عفوا هاي نرجع لي ورا نرجع للامام يصير ناقص باي على هذا. لاحظوا
3 باي على 6 هو ايش قد؟ طبعا 3 على 6 هو نص، راح يعطيني باي على 2، فهنا راح يكون نفس الناتج. اذا تجي تشوف هنا انا ايضا راح يكون باي على 2، يعني هنا أنا بهاي الطريقة إذا حولت. طبعا دا أشتغل هنا يعني شلون واحد جاي يصعب المسألة، جاي تشتغل مع عقارب الساعة، هو ما له داعي. فراح يكون عندك الناتج وناقصا اي. ليش؟ لأنه أنت لما تيجي هنا تشتغل، لاحظ وياي طلاب، لاحظ وياي على قولتك يعني ماكو داعي لهاي الهوسة. لاحظ وياي هنا لما تيجي تطبق هذا القانون اللي أنا كتبت لك إياه، قلنا 3 تقسيم 6 يعني راح يكون نص، راح يصير عندي كوساين الباي على 2 ناقصا اي ساين الباي على 2، يعني 90 درجة. لاحظ كوساين مات التسعين إيش قد طلاب؟ كوساين مات التسعين صفر، بينما الساين مات التسعين إيش قد؟ واحد. واحد في ناقص اي، فالناتج راح ينطيني ناقصا اي. بهاي الهوسة أنا شو مسوي بهاي الهوسة طلاب؟ جاي مشتغل قال بما أنه هو صاير بالربع الرابع. ليش؟ لأن أنا دي يكون عندي يعني فعلا كلامك في محله، هذا الحل لا تلتزمون به طلاب، يعني هذا الحل لا تلتزمون به. أنا بما أنه قايل الإكس بالموجب والواي بالسالب، لان الاشاره هنا ماينس، فهذا ربع الرابع. بالربع الرابع اقدر اشتغل الزاويه مع عقارب الساعه. مع عقارب الساعه يعني راح يكون عندي دائما بالربع الرابع الكوساين موجب والساين يكون بالسالب، فاقدر اكتب كوساين ناقص ال 30 زائد اي ساين ناقص 30. اذا تجي تفله كوساين ناقص 30 درجه ينطيك موجب كوساين الباي، اذا تجي تاخذ ساين ناقص 30 ينطيك ناقص ساين مات 30. هاي الهوسه شنو؟ حتى تخلي الاشاره موجبه، يصير موجب. الموجب حتى نطبق العلاقه رقم واحد اللي 28 اللي هي صار هسه الاشاره بين الكوساين وبين الساين اشاره موجبه، والاس ايضا موجب بس يدخل الاس على الزوايا، ينضرب في الزوايا فراح ينطيك طبعا هنا هاي مجرد تكرار، يعني رجعنا نفس الخطوه. هذا كانه اذا هذا شيء يساوينه لما يدخل يصير ناقص 3 باي على 6 زائد اي ساين ناقص 3 باي على 6. ناقص 3 باي على 6 قلنا هو ناقص باي على 2 زائد اي ساين الباي على 2. طبعا هو بالمحصله الكوساين مالت 90 هو صفر، والساين مالت الناقص 90 هو ناقصا اي، الناقص 1 في اي، وراح يكون عندي ناقصا اي. لهنا نتوقف طلاب، صار 59 دقيقه وماكو داعي انه نسترسل بعد اكثر. طبعا احنا راح نوقف التسجيل، لان احنا ايضا تعبنا بس ما اخذنا هواي بالملزمه طلاب. شوفون انه احنا كملنا من الملزمه، كملنا اليوم